أرحب بكم برنامجنا هذا سميرس كيتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم حسوي لكم وصفة كلش مميزة وكلش مختلفة وأنيقة إلى درجة، وصفة بوتيتا مع دجاج وكاري، بس طبعاً رح أسويها بطريقة شيخ محشي. وطبعاً الناس دائماً تتحاول أن تستعمل لحم هواية بالأكل أو عوضوه بالدجاج فالشيء أكثر صحي، سو اليوم رح أسوي لكم إياها ويا الدجاج، بس طبعاً إذا يعجبكم تقدرون تحشوها باللحم همينة، إن شاء الله تعجبكم. There'll be a short recap in English by end of this episode today, which is going to be chicken stuffed potato casserole. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. مثل ما تشوفون ان انا قشرت البوتيتا كلها، وطبعا اذا تقشروها وبعدكم انتم ما حاضرين حتى تكملون الوصفه تقدرون تخلوها بالمي همينه ساعتين ثلاث اربع ساعات همينه ما يهم. فانا عندي راح اقص الحافات العليا والسفلى، هذه راح تنطينا اشياء اثنين، تنطينا اول شيء قاعده لانه احنا راح نرتبها البوتيتا هيجي بالبايركس، وطبعا هنا همينا تنطينا مكان حتى نبدي بحفر البوتيتا. هنا راح احفر البوتيتا مثل ما نحفر شجر او حتى باذنجان، نحفر شيخ محشي او اي شيء اخر. هنا حضرنا البوتيتا كلها، حفرناها وحضرنا، هسه راح نبرشها كلها بالزيت ونشويها بالفرن 450 إلى 500 عالي يكون لمدة 10 إلى 12 دقيقة. راح نحضر الحشو. هنا أنا عندي زيت حمى شوية، راح نضيف البصل المفروم، نحرك وتبقى لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يلين شوية. البصل لان هسه راح نخلي الثوم المفروم ناعم همينة، نحرك لمدة أقل من دقيقة ما يريد يحترق. راح نضيف الكاري، التشيكن سيزنينج هذا خليط نتبل بيه الدجاج دائما، والملح ومعجون الطماطم، هذا ينطي نكهة كلش طيبة. نحرك، هسه راح نضيف الدجاج المفروم. مثل ما قلت تقدرون تستعملون لحم همينة إذا ما يعجبكم دجاج. راح نترك الدجاج حتى ينطبخ إلى أن ينشف المي من عنده، تقريبا يطول مو أكثر من 3 إلى 4 دقائق، ونتركه حتى يبرد تماما قبل ما نبدأ نحشي البوتيتا. تركنا البوتيتا حتى تبرد شوية ورا ما سويناها شويناها بالفرن شوية، شوفون حتى تنطبخ همين تنطي طعم اطيب مما نخليها. طبعا تقدرون تخلوها بلا ما تشوها بالفرن، بس راح تطول فتره اكثر بالطبخ وما راح تنطينا هالنتيجه. احنا دائما من نسوي كاري بوتيتا دائما نقلي البوتيتا حتى تنطينا نكهه كلش طيبه. سو هنا عندي طبعا البوتيتا بردت شويه حتى نتحمل بانه نحشيها، نلزمها بيدنا، والحشوه همين بردت، سو راح ناخذ قليل من الحشو ونضيفه البوتيتا وراح نصفها طبعا هذه هنا الصينيه لازم تكون شويه عميقه لانه اخترنا البوتيتا اللي شويه طويله اياها، بس اذا ما عندكم صحن مثل هذا تقدرون، او اذا عندكم بوتيتا مو كلش طويله مثل هذه انتم طبعا تختارون البايركس او الاناء اللي راح تطبخوا بيه او الصينيه اللي راح تطبخوا بيه. نصفها وحدة يمزلوخ بهالطريقة ونحشيها كلها بنفس الطريقة ونصفها بالصينية. ولما حشينا البوتيتا كلها وصفيناها بالصينية هذه مثل ما تشوفون، طبعا وحدة يمزلوخ ما تركنا اي مسافة بيناتها حتى من تنطبخ ما راح تتحرك وما راح تخربط المنبر هذا. طبعا وهنا أنا عندي راح احضر الصوص، عندي مي هنا راح اضيف الى معجون الطماطم
شوية عصير ليمون، كاري وملح، وهسه رح ندير الصوص هذا فوق البوتيتا. رح نغطيها بارشمان بيبر وقطعة فويل. هسه رح نخلي الصينية هذه في الفرن نطبخها لمدة تقريبا 40 ل 45 دقيقة على حرارة 450 إلى أن تطلج. أجلت وصفتنا اليوم مثل ما تشوفون، طلعنا البوتيتا شيخ محشي البوتيتا من الفرن، طبخناها لمدة تقريبا 45 دقيقة على ما نضجت. نزينها بقليل من المعدنوس ونقدمها ويا تمن. وصفة كلش طيبة وطبعا كلش مماثلة إلى الدجاج، مرقة البوتيتا والدجاج والكاري، بس سويتها بطريقة كلش أنيقة، حشيتها سويتها مثل شيخ محشي البوتيتا. إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Recap on today's episode. Today's episode I made potato sheikh mahshi, chicken stuffed potato casserole. First of all, I made the filling. I heated some oil, added onion, sauté until soft, added garlic, sauté for 1 minute. Then I added 1 tablespoon curry powder, chicken seasoning, tamarind paste, sauté for 1 minute. Added the chicken, sauté, cook until tender, season with salt, set aside to cook. I cut both ends of potatoes, peel and core. Brush with oil, toast in 450 Fahrenheit oven for 20 minutes, set aside to cook. I stuff the potato with chicken filling, arrange in casserole, snuggling next to each other. Mix tomato paste, water, 1 tablespoon curry powder, lemon juice, and salt. Pour over potatoes. Cover and cook in 450 Fahrenheit oven for 30 to 45 minutes. Serve with rice.